أهلا وسهلا بكم تتبع قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني اللي فيها واحد المكان المسمى بدار زماط. إذا تفتشوا معنا تتبع قناة شوف تيفي أن هذه هي منطقة خلاء اللي بزاف وأغلبية الساكنة ديال منطقة الحي الحسني الولفة غيعرفوها. هذه المنطقة هذه المعروفة بالأعمال ديال الجريمة، منهم عدد العديد من الجثث لقوهم رجال الأمن مشكورين في هذا المكان هذا وتفتحوا في هذه الملفات التحقيقات، وكذلك ناس اللي تعرضوا للسرقة في هذا المكان، وهذا واحد المكان اللي تيجيو ليه العديد من متعاطي المخدرات بشتى انواعها والخمور. اذا كيفما تشوفوا معنا مورا هاد الاجبال الزبال ديال بقايا البناء كاين واحد الارض اللي هي منطقه خلاء واللي تيوقعوا فيها سرقات بزاف بالنهار كما بالليل، وتوقعوا فيها العديد من حالات الاغتصاب، لان هنا تتم استدراج العديد من الفتيات تحت التهديد بالسلاح الابيض او غيره لهذه المنطقه هذه. تلاحظوا ان هذه الطريق الرئيسيه الى مستشفى الحسني اللي توقعوا فيه العديد من حالات الاغتصاب. اذا تتبع قناة شوف تيفي باش نقابلكم اكثر من الصورة. هذه هي المنطقة خلاء المظلمة، وهذا الاسم ديال دازمات جاي على تيقولوا بعض الناس ان واحد الاجنبي اللي سميتو زماط او شي حاجه من هذا القبيل هذا. اذا تفتحوا تشوفوا قناة شوف تيفي في هذا المكان هذا كاين واحد البنايه مهجوره هنا فين تيوقعوا العديد من حالات الاغتصاب. تشوفوا ان هنا المكان مغطي بهاد بقايا البناء هذا لدرجة ان الجونات الضحايا ديالهم واخا يطلبوا الاستنجاد او النجدة ما كاينش اللي غيجاوب عليهم، لان هذه من اخطر المناطق في منطقة الحي الحسني بشهادة الساكنة. بزاف ديال الناس اللي طلبوا منا اننا نطيقوا لهذا الموضوع هذا، لكن للاسف ان مثلا كنا مستعقدوا تعطونا شهادات او هذه تخافوا من بعض المجرمين اللي هما معروفين على صعيد مدينه الدار البيضاء في هذه المنطقه هذه، بعض المجرمين وبعض تجار المخدرات وتجار الخمور بدون رخصه. اذا كيف تشوفوا تتبع قناه شوف تيفي ان هذه منطقة خلاء اللي تتشكل واحد الخطر كبير على الساكنة ديال منطقة الحي الحسني والولفة. إذا كيف تشوفوا معنا أن حتى المتبعين اللي معنا في هذا المباشر أو اللي غيشوفوا هذا المباشر هذا في قناتكم قناة الشعب شوف تيفي اللي دائما تطيق المواضيع جريئة غيعرفوا هاد المنطقة هادي ديال دار زماط. إذا المتبع قناة شوف تيفي نتمناو من رجال الأمن منطقة الحي الحسني ومنطقة الولفة أنهم يقوموا بعمليات مداومة على هذا المكان، ونتمناو من الجهات المختصة والسلطات المحلية أنها تقوم بتضوية إنارة هذا المكان، ولو لعل ولا عسى ان ينقص الجريمه في هذا المكان هذا. اذا متبع قناة شوف تيفي الى هنا، استودعكم الله و
وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.